أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية مع العناوين. الأهلي يستعيد حقه بعد بطلان حكم تغريمه 135 مليون جنيه في قضية مسك. الأهلي يختتم استعداداته لكامبالا، والبدري يطالب بالعدالة التحكيمية. كوبر يضم سليمان وعاشور لقائمة المنتخب. وعالميا، صحف انجلترا تتغنى بالملك محمد صلاح. مجددا والى التفاصيل. قضت محكمه استئناف عالي القاهره برئاسه المستشار احمد نصار ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنه 2014 والصادر بجلسه 28/10/2017 من مركز تحكيم القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي، والذي كان يقضي بتغريم شركه الاهلي للانتاج الاعلامي 135 مليون جنيه تقريبا لصالح شركه مسك الدوليه بعد فسخ التعاقد مع مسك الحاصله على حق اداره قناه الاهلي التلفزيونيه منذ انطلاقها عام 2008. وجاء هذا الحكم الذي يمثل انتصارا كبيرا للنادي بعدما واجه مجلس الاداره الحالي عقب توليه المسؤوليه الشكر للمستشار القانوني السابق ياسر فتحي، والذي كان مكلفا بمباشره القضيه بقرار من مجلس اداره النادي السابق. وكلف محمود الخطيب رئيس الاهلي المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالملف كاملا، خاصه وانه تولى تحرير عقد الشراكه بين الاهلي وشركه مسك الدوليه عند تاسيس القناه. واشار المستشار حلمي عبد الرازق بضروره اقامه دعوى بطلان ضد الحكم الصادر لمصلحه مسك بتغريم الاهلي 135 مليون جنيه بعد التشاور مع رئيس الاهلي، والذي اكد على ثقته الكامله في المستشار القانوني لاستعاده حق النادي في القضيه، خاصة وأن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة 135 مليون جنيه، بل كانت هناك فوائد مالية أخرى. وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لنادي كامبالا سيتي الأوغندي على حسن الاستقبال، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدا في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف البدري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الفريق حضر من أجل تحقيق الفوز لتعويض تعادل أمام الترجي في الجولة الأولى، وأوضح أن الجميع لديه الرغبة في استكمال مشوار البطولة بنجاح، متمنيا أن يكون هناك عدالة تحكيمية في مباراة الغد ولا يتكرر ما حدث في مباراة الترجي والتي تسببت في خسارة الفريق لنقطتين. قال طارق سلامة السفير المصري في أوغندا أن رجال السفارة سيؤازرون الأهلي بقوة أمام كامبالا غدا في استاد مانديلا، مؤكدا أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة تفوق بالطبع خبرة لاعبي كامبالا، وفرصته كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية غدا وإسعاد جماهير الكرة المصرية. وأضاف أن غدا يوم عمل طبيعي في أوغندا، وفرص تواجد أعداد كبيرة من الجماهير الأوغندية في اللقاء يبقى غير مضمون نظرا لانشغال المواطنين بأعمالهم، بجانب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل قيمتها إلى 20,000 شلن أوغندي بما يعادل 100 جنيه مصري، وهو رقم كبير يصعب على المواطن الأوغندي دفعه. و
وجه السفير طارق سلام سفير مصر في أوغندا دعوة رسمية للمهندس خالد مرتدي رئيس بعثة الأهلي وعضو مجلس الإدارة لإقامة مأدبة عشاء في السفارة المصرية. وقام المهندس خالد مرتدي بأحالة الأمر للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري من أجل اختيار الموعد المناسب بما يتوافق مع برنامج الفريق. وكان السفير المصري طارق سلام وطاقم السفارة المصرية حرصوا على حضور ميران الأهلي الأول أمس والذي يقيم على ملعب المدرسة البريطانية الدولية في العاصمة الأوغندية كامبالا. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين تدريباته في أوغندا على استاد مانديلا الوطني استعدادا لمواجهة كامبالا غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وبدأ الميران في الرابعة عصرا بتوقيت كامبالا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي التي تتيح للفريق الضيف الميران على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من أوغندا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. أهلا بك يا حلاتي، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بك. عايزين نطمن جماهير الأهلي على استعدادات الفريق قبل مباراة الغد. بالفعل بيستأنف النادي الأهلي بيستعد بكل قوة لمباراة كامبالا غدا إن شاء الله الثالثة عصر بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا هنا بتوقيت كامبالا. لكن قبل الميران سبق المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري كان فيها الساعة 3 عصرا هنا، أكيد كان فيه تجمع كبير من الصحفيين الأوغنديين، طبعا أسئلة كتيرة توجهت للكابتن حسام البدري. أكثر الأسئلة اللي توجهت للكابتن حسام البدري إن هو بيشوف المباراة إزاي القادمة، بيشوف الملعب، بيشوف حضور الجماهير إزاي. الكلام اللي اتكلم فيه كابتن حسام مع الفنيان بيطالب بجانب الامور دي، طالب بالعداله التحكيميه، واصر على هذه الكلمه، قال لابد يكون في عداله تحكيميه لما تعرض له النادي الاهلي من مباراه التربي الماضيه من بعض الظلم التحكيمي من ضربه جزاء وهدف الغى للنادي الاهلي، وطالب بالعداله التحكيميه. واكيد طبعا حق مشروع الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي ان تكون العداله التحكيميه هي سمه انشاء هذه المباراه القادمه. ثم بدا الامران في الساعه 4 عصرا بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه والوفد المتواجد معنا بشكل دائم من السفاره المصريه لمتابعه الميران. النهارده كان اليوم الاول لتدريب النادي الاهلي على ملعب مانديلا، واليوم الثاني للنادي الاهلي في تدريباته هنا في القاهره. ملعب مانديلا هو الملعب اللي يستقبل مباراه الغد. كنا طبعا امس كان في ميران على ملعب المدرسه البريطانيه، اتقال ان النجيله او ارضيه الملعب شبيهه شويه في ملعب مانديلا، لكن فور وصلنا للملعب لقى الملعب صعب، النجيله يمكن بتبان بشكل عام ان هي ممكن تكون مقبوله، لكن الملعب ناشف جدا، الامور فيه بتبقى صعبه شويه. النهارده كابتن حسام تفقد الملعب مع كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد معوض كابتن الملعب بشكل كبير كده، الملعب سيء بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله زي ما بنقول عندنا الثقه الكبيره في لعيب النادي الاهلي رغم الظروف اللي بتواجهنا، عندنا الثقه الكبيره ان شاء الله ان احنا نعود بثلاث نقاط من اوغندا يكونوا هامين جدا النادي الاهلي. المران النهارده يمكن كان ساعه وربع، ما حسام البدري النهارده كان عمل بعض التدريبات التفريعيه للاعبين بجانب الكره التكتيك الاخير اللي هيحاول ان هو كابتن حسام يطبقه غدا. كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير، الحاله المعنويه مرتفعه. النهارده المهندس خالد مرتجي كان في رساله تحفيزيه للاعبي النادي الاهلي، حطهم على اهميه المباراه، التركيز فيها، وان شاء الله الحصول على ثلاث نقاط زي ما بنقول هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. واحنا يمكن من خلال متابعتنا في المعسكر مع معسكر فريق النادي الاهلي هنا في اوغندا، لا اللعيبه يمكن عندها الثقه الكبيره ان شاء الله، وعندها القدره ان شاء الله ان هي تعود هنا من اوغندا بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي، في تركيز كبير وتصميم للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن من ملاحظات بدا الاجتماع الفني المساء اليوم طبعا الساعه 8 مساء هنا بتوقيت اوغندا، الاجتماع الفني اللي حضر فيه الامام خالد مرتجي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز، هيكون في طبعا كل الاتفاق على الامور الخاصه بنوع التحرك الملعب، الامور الفنيه، الامور الخاصه طبعا بنادي المباراه باللوائح الخاصه بالكاب، وينقص ان شاء الله كل التركيز قدام نادي النادي الاهلي في مباراته امام كامبالا اللي هتكون متواجده الساعه 4 ويكون المقام ان شاء الله الساعه 4 عصرا امام تركيز الوقت. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. شدد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها غدا الثلاثاء،
وأضاف: نسعى للفوز غدا لحصد أول 3 نقاط في منافسات المجموعة بعد التعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام الترجي. وأوضح حمدي أن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة لتحقيق الفوز على بطل أوغندا لقطع خطوة نحو التأهل إلى ربع النهائي. أدى كريم نادفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم الاثنين على هامش ميران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكامبالا سيتي. ويخضع نادفيد لتدريبات علاجية في ظل إصابته بإجهاد في العضلة الضامة والتي أدت إلى غيابه عن رحلة الفريق إلى أوغندا. وكان نادفيد قد شارك في مباراة الفريق الودية أمام آيكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي بملعب هزاع بن زايد بالإمارات. وإلى الأخبار المحلية، والبداية من المنتخب الوطني، حيث قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب اختيار 6 لاعبين إضافيين هم عمرو جمال ووليد سليمان وحمد طلبة ومؤمن زكريا وحسام عاشور وعامر عامر تحسبا لإصابة أي لاعب من قائمة 29 لاعبا الذين تم اختيارهم للسفر مع المنتخب خلال معسكره المقبل. ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق بمواجهة منتخب الكويت يوم 25 مايو الجاري، على أن يسافر بعدها مباشرة لإيطاليا لمواجهة كولومبيا، على أن يختتم آخر لقاءاته الودية أمام بلجيكا استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018. كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن تجديد عقده مع المنتخب لم يتم حسمه حتى الآن، خاصة أن الحديث عن التجديد ما زال في مرحلة تفاوض مع مسؤولي اتحاد الكرة. وينتهي عقد الأرجنتيني مع منتخب مصر بنهاية المشاركة بكأس العالم والتي تقام بروسيا في يونيو المقبل. ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لتجديد عقد كوبر بعد النتائج الطيبة التي حققها مع المنتخب في الفترة الأخيرة ونجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما. قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن تدريب الفراعنة يوم 9 يونيو المقبل سيكون مفتوحا باستاد القاهرة في 10 مساء وبحضور الجماهير للاحتفال باللاعبين. وأكد لهيطة أن شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للمنتخب الوطني وراعي قناة النادي الأهلي ستكون الراعي للاحتفالية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني للمونديال بعد غياب منذ مونديال 1990. يخضع محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العيلة وحسام الإبراشي. وكان النني قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في مباراة أرسنال وأوست هام يونايتد التي أقيمت يوم 22 من أبريل الماضي بملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز أرسنال. فاز المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية. وأسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول السعودية والكويت والأردن وتونس والإمارات والعراق وسلطنة عمان وليبيا.
وأجريت انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية في ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذي انعقد في دورته رقم 41 اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة ووزراء الشباب والرياضة العرب. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بتمثيل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش الذي بدأ في الساعة 5. وتأتي الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش اليوم لاستعراض اللائحة ومناقشة بعض التعديلات التي من الممكن أن تطرأ عليها، وذلك وفقا لرؤية الجمعية العمومية وصالح اللعبة. وحرص طارق قنديل على دراسة لائحة اتحاد الاسكواش، وعقد اجتماعا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي والكابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش للاستماع إلى وجهة نظرهما فيما يتعلق بتعديل بعض بنود اللائحة من أجل الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للتعديلات التي تحتاجها وفقا لرؤية الأهلي ولضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأندية واللعبة على حد سواء. وفي أخبار الكرة الطائرة، يواصل أحمد قطب لاعب الفريق الأول الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أداء فقرات المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في وقت سابق، ويؤدي قطب تدريبات علاج طبيعي مع تقوية للعضلات على أن يخضع لفحص طبي خلال الأيام القادمة لتحديد المرحلة الثانية من التأهيل. وكان قطب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق في بطولة إفريقيا، ويجرى تجهيزه للموسم المقبل. ومن الكرة الطائرة إلى كرة اليد، حيث قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق استعد جيدا لمباراة طلائع الجيش التي تقام حاليا في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وأشار عادل إلى أن الفريق لديه إصرار كبير على تقديم أفضل أداء والسعي نحو الفوز من أجل المنافسة على لقب البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين. وشدد عادل المدرب العام للفريق على أن مباراة طلائع الجيش صعبة وأمام منافس قوي ومنظم ويملك عناصر مميزة في كل المراكز. وشدد عادل على أن الفريق يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي. حقق مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للسكواش المركز الأول ببطولة الأرجنتين المفتوحة للسكواش بعد الفوز على المكسيكي ليونيل كارديناس المصنف الثامن للبطولة والتي تبلغ مجموعة جوائزها 15,000 دولار. وأكد ناصر زهران رئيس قطاع الاسكواش والمدير الفني بالأهلي أن هذه البطولة تعد البطولة الثانية التي يفوز بها عسل خلال أسبوعين رغم أن عمره لم يتجاوز 17 عاما. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش بالنادي الأهلي. كابتن ناصر أهلا بيك. مساء الخير. في البداية مبروك لكابتن مصطفى عسل، وياريت تكلمنا أكتر عن الإنجاز اللي حققه. طبعا احنا بنبارك لمصطفى عسل وبنبارك للنادي الاهلي رئيس ومجلس اداره النادي الاهلي الجهاز الفني. يعتبر انجاز لم يسبق من بعد ان اللاعب عمره 17 سنه والنادي الحمد لله يمكن هو النادي اللي بعته يشارك في هذه البطولات حوالي 4 بطولات. شارك فيهم 2 يمكن هو اصغر لاعب على مستوى العالم حقق في البي اس اي اللي هو بلاير اسكواش اسوسيشن او الاتحاد الدولي للاعبين الدوليين بطولتين متتاليتين في اول مشاركه ليه خارج مصر.
دي ما حصلتش في اي حاجه. طبعا بالاضافه الى انجازات النادي الاهلي، بالاضافه الى انجازاتنا الحمد لله ان لعبنا يكون اول لاعب حقق بطولتين متتاليتين في اول مشاركتين ليه خارج مصر. طبعا بنبارك له وبنبارك لحضرتك كابتن ناصر. يا ترى حضرتك شايف ان قطاع الاسكواش حقق المطلوب منه في الفتره الاخيره؟ الحمد لله. يمكن احنا الحمد لله في الاسكواش بقى لي سنتين دلوقتي مع الجهاز الفني والاداري والتدريب، الحمد لله احنا حققنا انجازات كبيره جدا خلال السنتين دول. هنقدر نقول النادي الاهلي مش موجود على الساحه من 3 سنين او 4 سنين، نظرا ان ما كانش فيه مجمع كامل للاسكواش وكنا بنتمرن خارج النادي، ولكن من ساعه ما عندنا المجمع اكبر من احسن مجمع موجود في مصر الان ومن احسن المجمعات على مستوى العالم، حققنا الحمد لله المركز الثالث، والسنه دي كمان حققنا المركز الثالث سنتين متتاليتين ترتيب على نفس مستوانا. طبعا دوت احنا عايزين نقول الانديه الثانيه بدات بينا في اعداد اللاعبين واستجاب لاعبين اخرين وخدت افضل لاعبين على مستوى مصر مع الانديه بتاعته، فاحنا بدانا نجيب اللاعبين وتعاقدنا مع مصطفى عسل دوت كان السنه اللي فاتت، تعاقدنا مع جريم عبد الجواد بطل العالم، تعاقدنا مع ياسر عادل. الحمد لله اداره النادي والنشاط الرياضي واقفين معانا وقفه كبيره جدا ومستنديننا مسانده كبيره جدا. الحمد لله بطولات الفرديه حققنا مصطفى عسل زي ما حضرتك النهارده على الشاشه حقق 14 كاس في بطوله 17 و19 سنه، ده انجاز اخر باذن الله. لاعب ان شاء الله عنده بطوله عالم جاي شهر 7 هنضيفها ان شاء الله الى خزانه النادي الاهلي بطوله عالم بتاع 19 سنه ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق. طبعا استاذ ناصر زهران مدير الفني للسكواش بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من الأهرام. الأهلي يخوض ميرانه استعدادا لمواجهة كامبالا في دوري أبطال إفريقيا. الأخبار أيوب رغبة اللاعبين كبيرة للفوز على كامبالا. المساء الأهلي يتحفز لإسقاط كامبالا وخطف الصدارة. وفي الوفد البدري يحدد خطة موقعة كامبالا ويطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير. المصري اليوم أحمد حمدي مباراة كامبالا صعبة وجاهزون لحصد 3 نقاط. الوطن سبورت عبد العزيز يقود ميران الغائبين عن مباراة كامبالا. الشروق تدريبات خاصة لرباعي الأهلي بسبب الامتحانات. اليوم السابع السفارة المصرية في أوغندا تدعو بعثة الأهلي لمأدبة عشاء. فيتو جلسات علاج طبيعي لنادفد وربيع على هامش ميران مستبعدي الأهلي. الميدان اليوم الأهلي يختتم استعداداته لكامبالا. الأهلي.com البدري يستعين بالفيديو لمواجهة كامبالا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.